في شوارع بلدة مارارابا القريبة من العاصمة النيجيرية أبوجا يباع كل شيء بما في ذلك الكلى البشرية. الفقر هو العنوان العريض الذي تندرج تحته مسموحات هي بالمنطق الأخلاقي والإنساني ممنوعة وجريمة بنظر القانون لما تسببه من تهديد حقيقي لحياة المتبرع، بينما ترضي جشع الأغنياء وتنشط عمل عصابات الداخل والخارج. ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يتعداه إلى الخداع، حيث نقلت مجلة كوريه انترناشونال الفرنسية عن أحد المتبرعين قوله إنه دفع كليته ليتفاجأ لاحقاً بحصوله على نصف المال المتفق عليه، وقال: لقد فقدت كليتي وليس لدي مال أو وظيفة، ولم تعد لدي القوة للقيام بأي عمل شاق، حتى وصل به الأمر إلى التفكير بالانتحار. كان ذلك ضمن تقرير أفردت المجلة من خلاله مساحة لتحقيق حول اقتصاد الظل لتجارة الكلى غير المشروعة في العاصمة النيجيرية. ووفقاً للتقرير، يتم تجنيد الشباب من قبل وسيط الكلى في لاغوس أكبر مدن نيجيريا لاستهداف وجذب الأطفال الصغار والشباب من الأوساط الفقيرة لبيع كلاهم. وقدرت نقلاً عن تحقيق نيجيري لموقع ديلي تراست سعر الكلية بمليون نيرة، أي نحو 950 دولار في السوق السوداء. ومع ذلك تتزايد التساؤلات بعلامات استفهام كبيرة حول ازدهار هذه التجارة أمام أعين السلطات التي لم تتخذ أي إجراءات ضد المستشفيات الضالعة بها، رغم سلسلة من التقارير الإعلامية التي كشفت الستار عن دهاليزها وزواياها المظلمة.